تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد لقد قتلنا بلا رحمة، هكذا تحدث مارك ميلي. مارك ميلي من أشهر القادة العسكريين في أمريكا المعاصرة، كان رئيس الأركان في الجيش الأمريكي لمدة طويلة، وعنده تقدير كبير جدا في الأوساط العسكرية الأمريكية. مارك ميلي كمان كان موجود أيام الرئيس ترامب، وهو اللي كلم الصين وقتها، عرفنا فيما بعد لما نشرت هذه المعلومات، وقال لهم إنه أي حاجة تحسوا إن هي تدعو إلى قلق عسكري كبير نتكلم مع بعض، لأنه كان قلق إن الرئيس ترامب يتصرف بطريقة عسكرية تؤدي إلى رد فعل صيني كبير في أزمة تايوان. وكمل شوية مع الرئيس بايدن. مارك ميلي رئيس الأركان الأمريكي السابق اتكلم في معرض للذكاء الاصطناعي في واشنطن، وقال إنه أي حرب هي شيء كريه، علشان كده الحرب يجب أن تكون سريعة وبأقل التكاليف الإنسانية. وبيقول إحنا دلوقتي كأمريكا بننتقد إسرائيل علشان أخطائها الإنسانية، إحنا كمان قتلنا مدنيين وأبرياء كتير جداً في حروبنا، وإن أمريكا اللي بتنصح دلوقتي هي نفسها لم تلتزم بذلك في حروبها. وقال إن إحنا قتلنا كتير من المدنيين الأبرياء في العراق وفي سوريا في الموصل وفي الرقة. وقال كمان إنه في 12 ألف فرنسي مدني إحنا قتلناهم أيضا بعد عملية الإنزال بتاعت نورماندي الشهيرة في الحرب العالمية الثانية. 12 ألف مدني فرنسي قتلهم الجيش الأمريكي. وقال إحنا كمان غير هيروشيما وغير ناجازاكي، القنبلتين الذريتين اللي ألقيت على المدينتين الكبار، قال إحنا كمان دمرنا، يعني غير هيروشيما وغير ناجازاكي إحنا دمرنا 69 مدينة. الدمار اللي حصل في طوكيو أكبر من هيروشيما وناجازاكي. هيروشيما عشان قنبلة نووية، إنما الدمار اللي حصل في طوكيو والضحايا في طوكيو أكتر بكتير من اللي حصل في هيروشيما وناجازاكي. مارك ميلي بيقول دمرنا 69 مدينة في اليابان غير هيروشيما وناجازاكي. هو كده بيعرض فظائع ارتكبها الجيش الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية وإلى الآن، سواء في سوريا، في العراق، فرنسا، اليابان، مواقع مختلفة، طبعا بالإضافة إلى فيتنام، الحرب الشهيرة من أمريكا على الشعب الفيتنامي. كلام مارك ميلي البعض فهم منه إنه ما لومش إسرائيل كتير، لأن إحنا أصلا ارتكبنا الأخطاء دي قبل كده، وبالتالي زي ما إحنا ارتكبنا أخطاء كبيرة إحنا خلاص نسيب الإسرائيليين يرتكبوا الأخطاء، زي ما قال قبل كده عضو الكونجرس الأمريكي ليندسي جراهام، إن إحنا استخدمنا قبل كده السلاح النووي عشان نحافظ على نفسنا، من حق إسرائيل تستخدم السلاح النووي عشان تحافظ على نفسها، كأنها بتواجه يعني قوة عظمى مش بتواجه نساء وأطفال في قطاع غزة. إنما أغلب المحللين فهموا على نحو ما يقصد مارك ميلي، لأن مارك ميلي انتقد الضربات الإسرائيلية لفلسطين، وقال إن هو بيشعر بالأسى الشديد على قتل المدنيين في غزة. اللي يقصده مارك ميلي إن الحرب عموما سواء خاضتها أمريكا أو إسرائيل الآن أو حروب الغرب أو الحروب المعاصرة عموما كان فيها جرائم كتيرة جدا وقتل مدنيين وتدمير مدن. 69 مدينة، لما نضيف هيروشيما ناجازاكي يبقى 71 مدينة يابانية دمرتها أمريكا في الحرب العالمية الثانية. الكلام ظهر لكتير إنه إحياء أخلاقي أو صحوة أخلاقية وصحوة ضمير لدى رئيس الأركان الأمريكي السابق وأحد أعلى الرتب في تاريخ الجيش الأمريكي، لأنه ليه مكانة خاصة، اشتغل مع رئيسين وكان عنده تقدير كبير في الجيش الأمريكي. فمارك ميلي حضراتكم بهذا الكلام بيقول فيه قد ايه الحروب الغربية إجرامية، وحروب أمريكا ارتكبت فيها هذه الفظائع من سوريا إلى اليابان، أو من فرنسا إلى اليابان، مرورا بسوريا
والعراق وأفغانستان وفيتنام وغيرها. وبالتالي الحروب نفسها كفكرة مأساوية، والغرب لما حارب كان أكثر مأساوية. ونحن يجب أن نعيد النظر في الحروب، وأنه إذا في ضرورة ليها حسب مارك ميلي لازم تكون سريعة جدا وبأقل التكاليف. الحرب الإسرائيلية على غزة هي حرب طويلة تجاوزت 225 يوم دلوقتي، هي حرب جرائم متتالية، إبادة جماعية، تهجير قسري، تدمير لكل منزل في الطريق حتى بلا مبرر من باب التسلية، كأن في حد بيلعب على شاشة قدامه بيتسلى، فيلاقي بيت طب هد البيت ده، يلاقي حد معدي يقول له طب اقتل ده، يلاقي سيدة مع أطفالها طب نقتل دول، واحد بيلعب أتاري كده قاعد بيتسلى على شعب، بيتسلى على تاريخ، بيتسلى على حضارة، بيتسلى على مجتمع، بيتسلى على دولة. للأسف الشديد هذه الحرب من أسوأ وأبشع الحروب في تاريخ العالم الحديث والمعاصر. وزي ما قلنا قبل كده إن الدمار اللي حصل في غزة يقارن بالدمار اللي حصل في الحرب العالمية الثانية، بالذات من أكبر دمار حصل في تلك الحرب، خاصة تدمير مدينة دريسدن في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. إنما زي ما قلنا لا يأس، رغم كل الضحايا لا يأس، رغم كل الشهداء والمصابين الجرحى المفقودين المعتقلين الأسرى لا يأس. أيا كانت النتائج، إنه في النهاية الهزيمة الحقيقية هزيمة نفسية مش هزيمة عسكرية. الانكسار الحقيقي الانكسار في الإرادة، إنما الإرادة الفلسطينية رغم كل ما حدث إرادة قوية، والفلسطينيين تحملوا ما لم يتحمله الشعب من قبل، ومع ذلك مصرين على البقاء وإن هم يكملوا لآخر لحظة لغاية ما يتم تحرير الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة على هذه الأرض. مهما كان العدوان الإسرائيلي وضراوته، ومهما كان الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل، إلا إنه في النهاية الجانب الصحيح من التاريخ هو اللي هيمشي فيه المسار، اللي هو إقامة دولة فلسطينية. موقف مصر منذ اللحظة الأولى وحتى الآن كما عبر عنه الرئيس السيسي هو أنه يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67، عاصمتها القدس الشرقية، وتكون هذه الدولة بحسب الرئيس عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. 2، إنهم يبحثون عن الرأسمالية المهذبة. البعض لما الاشتراكية ظهرت ونشأت إمبراطورية كبيرة الاتحاد السوفيتي ثم إمبراطورية أخرى الصين، ودول اشتراكية كتير مشيت على هذا الطريق، فكان في شعور إن الاشتراكية أبدية، إنها قاعدة معانا. لكن بعد 70 سنة تقريبا انهار الاتحاد السوفيتي وانهار العالم الاشتراكي اللي كان بيواجه العالم الرأسمالي، والصين نفسها تحولت لنموذج الرأسمالي أو رأسمالية الدولة. البعض بيقول طيب الاشتراكية قعدت المدة بتاعتها وبعدين تحطمت، فهل يا ترى الرأسمالية هي الأخرى هتمشي نفس المسار اللي كان الفيلسوف الألماني هيجل بيقوله، إن بيبقى فيه طرح لفكرة ثم نقيض الفكرة ثم الاتنين ينتهوا لفكرة تالتة، فهل هنصل لفكرة تالتة من الفكرتين وتنتهي الرأسمالية كما انتهت الاشتراكية؟ البعض بيقول ممكن، والبعض بيقول لا، الرأسمالية تطور نفسها. في جدل وكل شوية في كتب بتطلع بهذا الصدد، اللي بيؤيد واللي بيعارض بقاء وقوة الرأسمالية. من الكتب المهمة اللي صدرت 2024 لكاتبة مهمة هي جريس بلانكي. جريس بلانكي عملت كتاب اسمه رأسمالية النسور، وهذا الكتاب في نقد الرأسمالية. ممكن حد يتصور انه ليه واحدة والدها كان
في الاتحاد السوفيتي أو كان قيادة ماركسية كبيرة، لكن في الواقع هي خريجة أكسفورد وكانت أولى الدفعة في التخصص الثلاثي الشهير سياسة واقتصاد وفلسفة. لكن بالمقابل بنلاقي كتب تانية طلعت برضو 2024، في كتاب بعنوان قوة الرأسمالية، الرأسمالية هي الحل وليست المشكلة. كتاب قوة الرأسمالية لكاتب ألماني راينر زيلتمان، وهذا الكاتب بيقول لا، الرأسمالية قاعدة قوية منتصرة، لا انكسار لا تراجع لا استسلام. وقبل كده 2023 عمل كتاب بعنوان دفاع عن الرأسمالية. يبقى إذن في ناس بتكتب رأسمالية النصور بتنتقد الرأسمالية، وناس بتكتب قوة الرأسمالية بتدافع عن قوة وبقاء وأخلاقية الرأسمالية. الرأسمالية نفسها المثقفين خدوا منها موقف لأنها تبدو أقل إنسانية من الاشتراكية. الاشتراكية بالنسبة لمثقفين كتير فكرة العدالة، وما يكونش حد عنده ثروة طائلة مهولة لا نهاية لها مش عارف يعدها، وحد تاني مش لاقي وجبة الغداء أو العشاء، أو ولاده مش لاقيين ملابس، أو مش لاقي أي مكان ينام فيه. الحاجة دي خلت مثقفين كتير يقعوا أسرى للاشتراكية كفكر أنيق وجذاب بحسب البعض. لكن مع الوقت ثبت فشل النظام الاشتراكي أو الماركسي في أن هو يعمل دولة رفاهة أو ازدهار، ودولة الرفاه التي لم تحققها الماركسية حققتها بعض النظم الرأسمالية. وبالتالي بدأ المثقفين يشكوا في النموذج الاشتراكي، هو صح جذاب وأنيق لكنه مش ناجح، الرأسمالية هي اللي ناجحة. أيضا لما روح للرأسمالية اللي اتطورت ثلاث مرات، الرأسمالية الكلاسيكية، وبعد كده لقينا الرأسمالية الجديدة أو الليبرالية الجديدة النيو ليبرالية أيام مارغريت تاتشر رونالد ريغن، اللي هو التطرف الرأسمالي الذي سمي الرأسمالية أو النيو ليبرالية. يبقى عندنا الرأسمالية الكلاسيكية، الرأسمالية المتطرفة اللي هي النيو ليبرالية، وبعد كده الرأسمالية الرقمية أو الإقطاع الرقمي بتعبير وزير مالية اليونان السابق أستاذ في جامعة أثينا، تكلمنا عن كتابه قبل كده اللي قال فيه ده إقطاع جديد، ده مش رأسمالية، ده إقطاع رقمي، إقطاعية أمازون، إقطاعية مايكروسوفت، إقطاعية جوجل، إقطاعية إيلون ماسك في إكس وغيره، وبالتالي دي إقطاعيات رقمية. أيا كان المسمى، يبقى إذن الرأسمالية الكلاسيكية ألف، النيو ليبرالية ب، الرأسمالية الرقمية جيم. الرأسمالية الرقمية بقى صادمة، لأن في حد زي إيلون ماسك عنده تلت تريليون دولار، وشخصيات أخرى زي زوكنبيرج اللي هو صاحب فيسبوك أو الشركة المالكة لفيسبوك بيلاقي إن عنده برضه عدد مهول من المليارات، ولاقي إن في أستاذ فلسفة في جامعة هارفارد، ولا أستاذ فيزياء في جامعة أكسفورد، أو نلاقي عالم كبير في مجال كبير جدا، أديب أو فيلسوف أو مفكر عالمي، وبالكتير ممكن يكون عنده عربية وبيت في حال نجاحه ماديا، ولاقي إن في حد غير مثقف من وجهة نظر المثقفين عنده ثروة طائلة. وبالتالي المثقفين في العالم بقى عندهم نقمة على هذه الرأسمالية الرقمية، إزاي مجموعة صغيرة من رأسماليين غير مثقفين بعضهم ما قراش كتاب في حياته يبقى عنده كل هذه المليارات، وإزاي عظماء مفكرين وأكاديميين ومثقفين وأطباء ومهندسين ومبدعين وفنانين وغيرهم في أكبر جامعات ومؤسسات العالم ومع ذلك بياخدوا حاجات قليلة جدا جدا بالمقارنة بالإقطاعيات الضخمة لغير المثقفين اللي عندهم كل هذه الأموال المهولة. طلع كتاب بيتكلم عن هذه الثنائية، المال والعقل، ناس غير مثقفة مع أموال كتيرة جدا، وناس مثقفة يدوب على قد المعيشة بتاعتها،
والكتاب البارز في هذا الإطار هو كتاب بعنوان العقل في مقابل المال، الحرب بين المثقفين والرأسمالية، تأليف ألان كاهان. مرة تانية، العقل في مقابل المال، الحرب بين المثقفين والرأسمالية، لألان كاهان. وسوف نعرضه في المستقبل إن شاء الله تفصيلا لهذا الكتاب. إنما مجمل الكتاب إنه المثقفين اللي هم غالبية العالم دخلهم على قدهم، شايفين ناس مش مثقفين، درجات المعرفة عندهم محدودة جدا، عندهم كل هذه الثروات المهولة، فبقى في صراع بين المال والعقل. ناس تمتلك العقل بلا مال، وناس تمتلك المال وجزء منهم بلا عقل، أو كما يراهم المثقفين شايفينهم بلا عقل. لكن بعض المثقفين الأكاديميين شافوا إن الموضوع هنقعد بقى نهاجم فيهم وخلاص، لا، نخش وراهم وناخد جزء من الثروة علشان نعيش عيشة لائقة، ما ينفعش نقعد طول الوقت نهاجم فيهم وخلاص. فبدأ بعضهم يعمل محتوى رقمي، يألف كتاب كل سنة، يتواجد على منصات، ولقينا ده أساتذة كتير في جامعات أمريكية وأوروبية كبرى بيعملوا ده، وبقى دخلهم كويس وتحسن كتير، وبقى عندهم نصيب من الثروات الرقمية اللي موجودة دي. طبعا ده مش مناسب في العالم العربي، لأن هناك اللي هيعمل كتاب هيطلع برقم كبير جدا، كتاب هيوزع، هيتقري كويس، الناشر هياخد فلوس أرباح، والمؤلف هياخد فلوس حسابه على هذا الكتاب. وبالتالي لما أستاذ الجامعة أو المفكر أو الأديب ينشر كتاب هيعمل فلوس كويسة جدا في الغرب. إنما في العالم العربي لا هيوزع بالقدر الكافي، ولا هيجيب عائد بالقدر الكافي، ولا الناشر هيعمل عائد بالقدر الكافي، لأن القراءة هنا غير القراءة هناك، والتوزيع هنا غير التوزيع هناك. هنا بيأتي دور الدولة والشركات المسؤولة في دعم المثقف، لأنه عنده المأزق، ما عندوش فرصة زي المثقف الغربي، وفي نفس الوقت برضه الأموال بتتجه للشركات الكبيرة، الرأسماليات الكبيرة لا تتجه لهؤلاء. الجملة الختامية في هذا النقاش المهم بشأن الرأسمالية والاشتراكية هو إن البعض بيأمل إن احنا نصل إلى مرحلة من الرأسمالية المهذبة، مش النيوليبرالية ولا الرقمية اللي كل حد عنده 40-50 مليار بسهولة وناس تانية ما عندهاش، إنما الرأسمالية المهذبة أو الاشتراكية المهذبة. الوصول إلى أي شيء مهذب في الاشتراكية أو في الرأسمالية اللي يعمل درجة من الحرية مع العدالة، الفرد مع المجتمع، المثقف مع الرأسمالي، يكون في درجة من التوازن العام في المجتمع. إنه البحث التاريخي عن أي نظام أفضل في هذا العالم، والبعض يبحث الآن عن الرأسمالية المهذبة. وفاصل ونكمل. ثلاثة، إغلاق مخيم الهول، اسحبوا أبناء داعش من فضلكم. 2014 أبو بكر البغدادي طلع قال الخلافة المزعومة، الدولة الإسلامية المزعومة اللي هي خلافة داعش من مسجد في الموصل. 3.5 سنين تم هزيمة داعش، وبعد كده قتل أبو بكر البغدادي. إنما لما تهزم تنظيم داعش استمرت بؤرة موجودة في مخيم، المخيم ده اسمه مخيم الهول، وفي مخيمات أخرى أصغر، لكن ده أكبر مخيم في عائلات داعش اللي هم أطفال الدواعش ونساء الدواعش. هذا المخيم أيضا فيه مقاتلين أو فيه إرهابيين دواعش، فيه 12,000 من الإرهابيين موجودين داخل هذا المخيم، مخيم الهول اللي هو داخل سوريا لكن على حدود العراق، والعراق خايف جدا إنه يتسربوا ويعدوا، رغم إن هو بنى جدار خرساني عشان يمنع دخولهم العراق، لكن الحدود طويلة بين سوريا والعراق، ممكن يدخل الدواعش في أي وقت. المخيم ده تحت سيطرة قوات كردية من شمال شرق سوريا، إنما كل شوية بنلاقي إن في عمليات قتل، محاولات هروب،
في عمليات شغب كبيرة جدا داخل هذا المخيم، مخيم دواعش، سواء إرهابيين أو أبناء إرهابيين أو زوجات إرهابيين أو أقارب إرهابيين، 70,000 شخص موجودين في هذا المخيم. والأطفال اللي كانوا سنة 2014 دلوقتي بعد 10 سنين بقوا أكبر، وبقى موجود بعضهم يعني حوالي 20,000 دخلوا على سن 18 أو أكتر، فبقوا جاهزين لعمليات إرهابية وعمليات قتالية. العراق وجه نداء للعالم كله، اسحبوا رعاياكم. الناس دول، المجتمع الإرهابي ده أو العائل الإرهابي ده اللي موجود في مخيم الهول، لرعاية حوالي 60 دولة. فالعراق قال اسحبوا، كل واحد ياخد الناس بتوعه علشان نفضي هذا المخيم ونقفله لأن وجوده خطر. روسيا سحبت أطفال، لكن معظم الدول سابت هؤلاء الرعاية هناك. والناس اللي موجودين في المخيم دول خطر كبير جدا في المستقبل كما يرى العراق. عشان كده كل شوية العراق بوجه نداء اسحبوا العائلات، اسحبوا الأطفال، كل دولة تاخد أبنائها اللي موجودين في هذا المخيم. لكن اتذكر هنا قول هنري كيسنجر انه لا يجب القضاء تماما على داعش، ولا يجب تصفية مخيمات داعش تماما، انما احنا نسيبهم عشان اي وقت عايزين نعمل توازن مع ايران نطلق هؤلاء الدواعش. ده مش كلام حد غير مسؤول، انما كلام وزير خارجية ومستشار امن قومي سابق امريكي واشهر وزير خارجية في تاريخ امريكا، هنري كيسنجر. اذا البعض شايف ان الوجود ده عمدي والحماية دي عمدية، وهم وغيرهم في الهول وخارج الهول ربما يكون في اطار زي ما قال هنري كيسنجر لاستخدامهم في لحظة ما لتحقيق اهداف ما، وربما مواجهة ايران بداعش. للاسف الشديد لعبة صعبة وقاسية ومعقدة تجري في منطقتنا منذ ظهرت جماعات التطرف الديني وإلى اليوم. ليحفظ الله العالم العربي والإسلامي. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.